الله يسمعنا الاخبار الطيبه يا ابو صابر. وشو قصدك بالاخبار الطيبه ها؟ ليش ما ادريته؟ وشو بدنا ندر؟ ابو صابر ما خبرتهم؟ شو بدي اخبرهم يا عمي؟ شو بدي افتح الاندلس انا؟ شو هي الخبريه يا ابو صابر؟ بدك تخبي علينا ها؟ ما بديش خبي وبديش انقبر على قلبي. كل قصه ما فيها اني مالي شوي وضجر. مشان هيك ابو صابر حبي يغير جو. قل لهم يا ابو صابر قل لهم. اي والله يا ابو مرعي حابب بغير جو. ولوين بدك تروح حتى تغير جو يا ابو صابر؟ بدي اروح على العاصمه. على العاصمه؟ وليش مين إلك بالعاصمه لحتى تروح لعنده؟ ماليش حدا، هيك رأي لحالي. امرك عجيب يا ابو صابر، حدا بيغير جو بالعاصمه؟ ليش شو بها العاصمه؟ إيه قسما بالواحد الاحد انه ما في اجمل واحلى منها العاصمه. أنا بكفيني عايش طول عمري بين الجيج والبقر والتوس والمعزي، يعني ما بحق ليش روح فرفش لي شوي بالمدينة؟ ما بحق ليش يا عمي؟ شو بقي من هالعمر ها؟ قولتك ما بقي بالعمر أكثر من يلي مضى. وليش العاصمة بالذات؟ ما تروح تغير جو مكان ثاني؟ مكان ثاني وين يعني؟ كل اللي أشوف فيه شو في أحسن من العاصمة؟ هيك أشوف. بس العاصمة زحمة وغبرة وشوب كثير، مش هيك يا أبو مرعي؟ مظبوط، ولازم اهل العاصمه هن ان يجوا لعنا يغيروا جو مش العكس. طبعا لانه ضيعتنا ضيعه وادي الهوى، بيضربوا فيها المثل بيجعوها وهواها العليل وميتها لمثل الزلال. تقعدوش تلعبوا بعقل يمين وشمال، انا قررت غير جو بالعاصمه بالزحمه وبالشو. حدا اخو مراقي شيء؟ عال نحن رح نتركك على راحتك. بس يا ابو صابر من امتى مريح على العاصمه؟ يعني شي 7-8 سنين صار لي، بس الناس عم بتقول لي انه في كتير شغلات تغيرت بالعاصمه وصارت احلى. بقى بدي روح غير جو لو انطبقت السماء على الارض. حلال عليك يا عمي وما حدا رح يخالفك، بس يا ابو صابر العاصمه تغيرت، صارت اسعارها نار وغاليه، وانت طيب ودرويش ومصرياتك على قدي. لا تخافش علي، لا تخافش، انا محوش شويه مصاري وخبيه تحت البلاطه وماني بعازة حدا. العفو مش هذا القصد، بس أولاد المدينة ملاعين وانت غشيم بالناس، بكرة بيفوتوك مع أم العروس وبيطالعوك مع أم العريس. شو قصدك يعني؟ شو قصدك؟ أنا بدي فوت بين النسوة؟ شو عم تحكي أنت يا أبو صالح؟ أخص عليك أخص، مكان العشم فيك هيك يا أبو صالح. ولك هذا مثل، مثل يا أبو صابر، شفت شلون إنك غشيم وخفيف عقل؟ أنا خفيف عقل؟ قسما بالواحد الاحد الذي لا اله الا هو، ما في حدا غيرك قليل عقل. ليك على الحكي الفاضي لك. هلا لا تخطف الكبايه من راس الماعون. ابو صالح بيقصد انه انت طيب كثير وقلبك ابيض مثل شق اللفت، اولاد المدينه بيضحكوا عليك وبفوتوك بالحيط. انا بدي فوتوني بالحيط؟ اكيد بياكلوك لحم وبيرموك عظم. لك شو شايفني ولد صغير قدامك؟ انا ولادي صار عندهم اولاد. أنا أبو صابر على سن وربح راعي المهرة ولك. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أبو صابر، أبتبطلش العادة؟ أنا عادي، أنا عادي ها؟ يعني كل ما الواحد حكى معك كلمة بتقب وبتصير مثل النار، يعني بيركبك 100 عفريت. لك إن شاء الله 100 عفريت يركبوك أنت، فهمت ولا ما فهمت؟ يا أبو صابر، يا أبو صابر الناس تغيرت وما عادت مثل الأول، صدقني بالعاصمة بيضحكوا عليك وبيشلحوك مصرياتك وما بيخلوا معك ولا قرش. لسه بيقل لي يضحكوا عليك؟ لك شو جنيت انت؟ جنيت ولا غيران مني؟ ها وليش لحتى غير منك بقى؟ لانه اني رايح اغير جو، وانت قاعد هون مثل النسوان لا طلعه ولا فوته. ولك معقوله نحن نغار منك ونحزدك يا ابو صابر؟ ايه كل مده ومده بننزل على العاصمه، بس اللي بنقصده انه اهالي واولاد العاصمه ملاعين اشرار، بكره بيشوفوك طيب وعلى نياتك بيضحكوا عليك وبيعملوا فيك العجايب. مزبوط، وانا عم بسمع قصص وحكايات بتشيب شعر الراس بعد. اولاد الحرام كثار يا ابو صابر، كثار كثير. هلا شيلونا من هالزهيرة يا عمي، كل واحد عنده كلمة حلوة يضبها بحلقه، أحسن ما نتخانق ونتزاعل مع بعضنا. ها أنا وصابر راعي المهرة على سنه ورمح، ما حداش بيطلع له معي، شو مفكريني ابن اليوم؟ أنا مقلع سنيني بمعاشرة العالم. مزبوط، بس بالعاصمة بيطلع لكش يا أبو صابر، بيطلع لكش. قال ما بيطلع ليش قال؟ يعني بلعب العاصمة كلها على صبيعي. نحن عم ننصحك ونوصيك يا أبو صابر. كثير خيرك، وصلت النصيحة.
لا توصيش حريص. نحن لها يا أبو صالح، نحن لها. أصبح بكرة من مر عليك مشان ودعك يا أبو صابر. لا بدي توصلني ولا تودعني، يعني ودي حالي بحالي. يلا يا جماعة عن إذنكم، أنا قايمة يسع خاطركم. الله معك يا أبو صابر، دير بالك حالك. ها انتبه منيح، ما تخلي حدا يلعب بعقلك. الله معك يا أبو صابر، دير بالك منيح. ها يالو يالو ريح أنا أسمع. الله يوفقك. الله صحيح بدك تروح تغير جو بالمدينة يا بيي؟ ايه والله يا صابر، ولا ما بحق لي. ولو معقولة، انت يلي بحق لك. بس يعني شو رأيك تاخذني معك؟ لا يا صابر لا، شو أخذك معي؟ انت خليك بدروسك، ولا نسيان انه السنة عندك بكارونيا؟ مش نسيان يا بيي، بس يعني أبلاقيهاش مناسبة تنزل لحالك على المدينة. وليش ما بتلاقيهاش مناسبة يا بعدي؟ يعني مسكت كتاب صرت تفهم أكثر من بيك ومفكر حالك؟ تفضل قل لي شو المناسب. المناسب إني روح معك. اقعد اقعد حاجي بقى تفلسف وحاجي فاضي. أنا بدي روح لحالي، هيك بدي غير جو لوحدي من دون ما أخذ حدا معي. منيح؟ بس أنا خايف عليك يا بيي، يعني هلق بتروح على المدينة بشوفوك لحالك بيقوموا بيضحكوا عليك. يا خراس، لسه قاعد لي مثل العنزة الطرحاني وقاعد تعلمني شو بدي أعمل وما أعمل. يلا قوم انقلع من خلقتي، قوم. الله قاعد يضحكوا علي. الله يرحم ترابك يا أم صابر. إسا لو كنت عايشة كنت أخذتك معي تغيري جو. عشتي ومتي وما غيرتي جو. تسلم يا بعد عمري، بس أوعها أوعها حدا يضحك عليك بالمدينة. أوعها. اسكتي أنت الثاني، ناقصك أنا؟ أساسا ما بقى تجوز عليك غير الرحمة. الله يرحمك. يلا خاطرك يا صابر. شو يا بي، اعتمدت على النزلة؟ إلا اعتمدت ومعتمد وهلق رايح. بتوصيني شيء من العاصمة؟ سلامتك. قبل سلامتي بدك تقعد تقرأ دروسك، لأنه بس ارجع بدي سمع لك. ها بس عدم المؤاخذة يا بي، انت بتعرفش تقرأ؟ مع ذلك بدي سمع لك. دير بالك على البقرة. ها البقرة بعيوني. خير يا جماعة، في شيء صاير شيء؟ سلامتك يا أبو صابر، لا يغلي قلبك. قلنا من أمن عليك ومنبعتك مع أبو مرعي يوصلك على حمارته على مفرق الضيعة. كثر خيركم يا عمي. يلا خاطر. مع السلامة يا أبو صابر. الله يسلمك. خاطرك. الله معك يا أبو صابر. الله يحفظك. انتبه. ها انتبه، ما بدنا حدا يضحك عليك بالعاصمة. ترى أنت ما بتمثل نفسك. ها وإذا انضحك عليك بالعاصمة كأنه انضحك على كل أهل القرية، وهذا الشيء ما منقبل لك يا أبو صابر. لحنا مندعمك يا أبو صابر.
يلا خلصنا بقى، يلا يا ابو صابر يلا يلا اركب اركب يا واحد يلا يلا على محل على محل يلا خاطركم يا هون يا ابو صابر. لا تخلي حد عليك. مع السلامه. مع السلامه خاطركم يا جماعه. مع السلامه يا ابو صابر. اوعك يضحك عليك بالعاصمه. يا قبيري ويا سندي، والله بحق من أهل العيصمي يشوفوا حيلهم. لكن يا عمي اللي عايش بالعيصمي مثل اللي عايش بالضيعة. والله العظيم انا اسفه، ما بعرف كيف هيك صار معي. الفرن ما كان يعلق. تفضل تفضل اخذك على دكتور اطمن عليك او شيء ما كان ترتاح فيه. تفضل. ان شاء الله. تفضل عمو. على مهلك على مهلك. لحظه طولي بالك طولي بالك علي يا عمي. سلامة قلبك. الله يسلمك. مين؟ يا عمي شو صار؟ ان شاء الله ما في شيء. شوفي لوين اخذتيني يا عمي؟ لك على الدكتور يا عمو. على الدكتور قلت لك. على الدكتور. وقفي 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 ونزلي لي. ليش شو هالمسخره هاي؟ وقفي وانا اشوف. وقفي كيف بدي بدي اطمن عليه. طلعيني من هون يا عمي. لك ايه لك عمو شو بك؟ ليش نزلت؟ عم تاخذني على الدكتور قام. شو فكرتيني عقلي صغير ولا عمي؟ انا ما حداش بيقدر بيضحك علي. انا اطلعي من هالبواب اطلعي. ما فشرتي؟ لك يا عمو بس الاصول اني اخذك على الدكتور اطمن عليه. لك عم الدبب ان شاء الله. انت اذا مفكره حالك بتضحك علي. لك انا ابو صابر خيال المهره وعلى سنه ورمح. قال جدي بده يلعب عقل تيس. قال روحي. تعا اشرب لك شغلة يا عطشان. تعب اللي ريقك يا تعبان. عنا ليمون وبردقان وجلاب ورمان. قطفناهن حبة حبة من هالبستان. قرب وجرب. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل. بدك أجوزي. وعلى شو بدك ياها؟ على حسابي الشخصي. لا لا بقصد على شو؟ شو لونها؟ ايه شو لونها؟ ما بتفرقش أي لون. لانه عندنا ليمون وبردقان وتفاح واناناس وجلاب ورمان. شو بدك؟ خلص على ذوقك يا عمي. ايه تكرم عيونك. منيحه هاي. طول بالك. وقف في عرضك اوعى تفتحها قبل ما اقول لك. خير شوفي. قديش حقها هاي؟ حقها 30 ليره بس. 30 ليره؟ ليش 30 ليره؟
إذا كنت تفكر حالك بتقدر تضحك علي بتكون غلطان. هذا اللي واقف قدامك اللي مش عاجبك اسمه أبو صابر على سنه ورمح وراعي المهرة وما بينضحكش علي بنو، فهمت ولا ما فهمت؟ الله وكيلك، هذا سعره، لا عم بضحك عليك ولا شيء. هذا سعره؟ روح لك عمي، روح ضحك على غيري بهالحكي. قال هذا سعرك. تعا عمي، شو بدك؟ خده وما بدي حقه، ولا بقى ترميني بحجارك، الله غناني عن هالمصلحة. تفكر أني برضى أخذها ببلاش؟ خذ هاي 5 ليرات حقه، وما بدناش من نيتك، تفضل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا. هيك حسبون لك، قال بده يضحك علي. أنا أبو صابر، راعي المهرة وعلى سن ورمح، قال شو؟ 30 ليرة. فكرني بعرفش إنه قنية القزوز قديش بدك بحق يمكن أهل المدينة يضحك عليك. الله يعوض عليك. العافية يا معلم. أهلين وسهلين يا أخ، أمرني حبيبي. زكاتك لف لي سندويشتين فلافل وكثر لي الطحينة فيهم. تكرم عيونك. ولا أقول لك خليهم 3 سندويشات، حاكم ميت من جوعي. لا خسى جوع عمي، وأحلى 3 سندويشات لعيونك. بعد إذنك، شو مكتوب بهالورقة هاي؟ والله يا عمي لقيتها أحسن طريقة. كل يوم بيفوت علي 200 زبون تقريبا، فايت بيلي بدي السندويشه والطالع بدي اسالني بدي السندويشه، حطيت التسعيره ولزقتها على الحيط، سعر سندويشه فلافل 40 ليره كامله. إيش بدك تفهمني انه حق السندويشه الواحده 40 ليره؟ لك عمي ليش انت مو قاعد بهالبلد؟ محلنا لسه ارخص محل فتيل، واسال سندويشه الفلافل ب 40 ليره عنا حبيبي. اطلع فيي، تقلك شيل عينك من على الفلافل وتطلع فيي، حط عينك بعيني يا عمي. خير شباب. ولك شو انت شايف ريالتي شاطه ولا حاط بتمي لهاي؟ شو جنيت انت؟ بدك تشريني سندويشه الفلافل ب 40 ليره؟ وين صارت هاي يا عمي؟ يعني ما لقيت غير ابو صابر حتى تضحك عليه؟ ولك انا ابو صابر على سنه ورمح، ولك فهمت ولا؟ لك عمي هي التسعيره قدامك، قصه بعيونك، بعدين لك يا عمي الله يرضى عليك، خذ السندويشه على حسابي كلها، ما بدي حق صحتين وهنا انبسطت هيك. يا روح العاب غير هاللعبه يا عمي. انت هلق بدك تعطيني سندويشه الفلافل حتى اكل منها اول عظه، وبعدين بتدق فيني بتطالبني بالمصاري، مفهوم الشغله؟ ما بدهاش ذكاء، بقى الله يرضى عليك. هالزعبرات هاي ما بتمرخش على ابو صابر، روح اعملها مع واحد ثاني غير ابو صابر بيكون احسن لك. لا حول ولا قوه الا بالله، بوش مين صبحنا اليوم يا عم؟ يفرقنا بريحه طيبه، لا تخلينا نبل فيك، الله يرضى عليك. يا حسن يا محمد، بعدوا على المحل زتوني يعني زتوني اني زتوني بعيد عن المحل، اتركني ايدك ولا والله اذا بتقرب علي بدب الصوت وبلم عليك العالم. لا ما شو دببك، اتركني روح، الله ينزع صباحك ان شاء الله. روح عليكم، يعني يا بدكم تضحكوا علي يا بدكم تخلعوني. ماشي مين وهذا بقى؟ عامل حاله قاعد ما يشحن. كذاب، شكلك ما مطمنش، اسا بفوت على الجامع تسرق لي الصباط. وهم هاي بطلت فوت على الجامع تشوف شو بدك تقدر تعمل. اضحك علي، انا ابو صابر راعي المهرة وعلى سنة ورمح وحق. مال الله مال الله تعمال هسكيلي، لك روح بقى احلى. بس تقلعني، لو تسفقني 100 كف مش رح خليك تضحك علي. طالع برا، طاطر منه. شو بدك عمي؟ عشو وراء؟ روح رقنا في حطيبة، انزل. لا تدفش، لا تدفش زيادة، مش رح أعطيك. روح روح، مش إذا بتكفشني، إذا بترفشني
مش راح اعطيك زياده ولا اخليك تضحك علي، وانا يا ابو صابر خيال المهره. مش صغير من اهل المدينه ومتسلق برجلي. شو هذا؟ مسمار. هذا هو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. شو عم تساوي هون عمو؟ شو بدي ساوي يعني؟ قاعد. كنت ماشي تعبت، قلت بقعد شوي. الله يعطيك العافية. بس بعد إذنك والله بدك تقوم تغير هذا المحل. وليش بقى يا سندي؟ الشارع مش لكل الناس؟ يا سيدي ما اختلفنا، الشارع لكل الناس، بس القعدة بهي المنطقة ممنوعة. ليش مين وأنت بلا صغرة حتى تقول لي ممنوعة ولا مش ممنوعة؟ مين أنا؟ لاعب كرة قدم، بيع شاورما، ممرض. ما شايفني إني شرطي يعني؟ شو شرطي ومرطي؟ يعني بدك تضحك علي وتقنعني إنك أنت شرطي؟ ناولني هويتك عمي، ناولني هويتك، لا توجعني راسي، الله يرضى عليك. ولك شو مفكرني ولد صغير حتى تضحك علي وتقول لي هات هويتك؟ روح عمي، روح شوف لك واحد ثاني يضحك عليه. عم أقول لك هات هويتك ولا تورط حالك بشغلة مالك فيها، هات لقلك. عمي هويتي مش رح اعطيك اياها، تعرف ليش؟ لانه بصابر لحم مر وما بينضحكش عليه. شو مفكر كل من لبس بدل شرطه صار شرطي؟ طيب تفضل لك اشرف معك، تعال. فلت ايدي احسن ما اشتكي عليك للشرطه. ها خير، شوفي شو القصه؟ ها ايش الشرطه؟ كله شو معنات انتحار الشخصيه؟ كله. ايه شرف على القسم لاشوف. هنيك بدي اخليك تعرف شو يعني انتحار شخصيه، شرف تعال. بالقسم؟ ليش مش هذا هو القسم؟ وينه؟ هذا اللي هني. لا بعد هو. قال شرطة قال. اي والله ما بخلي حدا يضحك علي والسما زرق. ماني مصابر على سن وربع. خلصنا معلم، والله تأخرنا. يلا باي راكب بس منمشي. أخي هلا بتطالعوا من الطريق، امشي الله يخليك. وإذا ما لقيت واحد على الطريق بتدفع لي 75 ليرة؟ لا يا سيدي ما بدفع شيء. أنتوا بتدفعوا لي 75 إذا ما لقيت؟ شو هذا؟ نصاب هذا. قوم يا أبو صابر وانزل وخذها على الضيعة مشي، ولا تخلي واحد مثل هذا يضحك عليك. وأنا أبو صابر خيال المهرة. تفضل يا سيدي. وهي نزل راكب، كنا بواحد صرنا باثنين. ما بدي شركه. روح يا عمي روح. الجسم عم يجعني. يمكن راح موت أنا بصابر على سن ورمح.
ولك شو هذا المرمي على جنب الطريق يا زلمي؟ ما بعرف، وقف لنشوف. لكن عم منو هاد؟ ابصر. لك هذا عم ابو صابر، شو جابوا لهون؟ يا ابو صابر، يا عم ابو صابر احملوا لقلك، خلينا ناخذه على الضي احملوا. يا رب يا رب. قعدوا 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 ها يا خي، اخ يا خي، هات لي بدون هالمي من عندك يا ابو مسعود. اشرب. تفضل على عيني. هيك اشربوا. هيك اشرب يا خي اشرب. يا ابو صابر، يا ابو صابر. مين انت؟ انا فهد ابن رفيقك ابو فهد، ما عرفتني؟ فهد؟ لا تكون عم تضحك علي. ولو يا عمي ابو صابر، انا بدي اضحك عليك، طلع فيني منيح. ايه انت فهد. زين يا فهد، شلحني صباطي. تكرم عينك. وشلحني جرباتي. على راسي. دير بالك فيهم مصاري. دير بالك. هيك. هاي المصاري يا خي، خليهم معك. وهي مصاري كمان. تعطي هالمصاري لابني صابر، وبتقول له وبتقول لكل اهل الضيعه انه ابو صابر نزل على المدينه وغير جو وما حداش قدر يضحك عليه. اطلع اطلع يا زلمه، الزلمه حيروح من بين ايدينا. اطلع. وين وانا ابو صابر خيال المهره على سن وربع. شو مش هالزلمه؟ هلا ساعة ناطرينه ولا؟ مساح وشك بالرحمن استاذ قصي، الغايب عذره معه. انا عذر هذا يا عمي يا فتحي؟ هيدنا ساعة وعشر دقايق هلا بتقول لي عذر؟ قول عسل مانع خير وكل شيء بيهون. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شوف لنا وينه، احكي معه واتصل فيه، شو بيعرفني؟ حاضر حاضر، تكرم عينك، راح اتصل. ها؟ الو، صباح الخير. مرحبا دكتور. صباح الخيرات. عفوا، مين معي؟ دخيلك لا تاخذني يا ابو فتحي، بتعرف ما عندي كاشف رقم، ولا كنت عرفتك فورا. هلا ايمنا من الكاشف. انت عاطي موعد الاستاذ قصي الساعه 10 عندي بالمكتب، شو نسيت؟ لا لا ما نسيت، بس انشغلت شوي بالزباين. الله وكيلك صرعوني صرع. تعرف شغلة الدواء ما بنقدر نأجلها، ولازم نلبي حاجات الناس كلها. يا سيدي الله يعطيك العافية، بس الأستاذ قصي عم يستناك عندي. عفواً، هو عم ينتظرك عندي بالمكتب. قوم قوم تعال عنا لهون. ايه الأستاذ قصي بده ينهي عقد البيع ويريح راسه. طيب شو رأيكم نأجلها للمساء حتى ما سكر الصيدلية؟ أخي ما بيصير إلا المساء، ما بيصير. هلأ شو رأيك تجي هلأ؟ هلأ نحن عم نستناك الأستاذ قصي، فطس من الشم وعم نستناك. طيب في عندي اقتراح، شو رأيك خلال ربع ساعة أكون أنا والأستاذ قصي عندك؟ لا لا لا، شو تجي لعندي؟ هالشي ما بناسب البنوب. وينك؟ أنا شين الساعة تانية بكون عندكم، وأمري لله سيدي. حاضر. شو؟ خلال نص ساعة بكون هون. يا حبيبي كمان نص ساعة؟ في عندك دواء للصراصير الطيارة؟ تفضلي تفضلي اختي. ولك حبيبي انا ماني منجم، انا صاحب مكتب عقاري. ايه ما اختلفنا على خبرتي الطويلة، بس انا شو بيعرفني قديش بدها تربح الارض بعد سنتين؟ لسه بيقول لي شو الضمانة؟ ولك اخي انا ما بضمن شيء، ما في شيء مضمون بهالبلد. يرضى عليك حبيبي، لا تضيع لي وقتي، بدك تشتري اهلا وسهلا، ما بدك تشتري على راحتك. اوكي، مع السلامه. شو هالناس هي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين دكتور، شبنا والله غير قلبنا عليك، ليش تاخرت؟ شو كان صار لو اجيت الموعد للمساء؟ خليتوني اعطل شغلي واجي لعندكم، راسي عم يسمر رجلي.
اخي بس انت اللي حددت موعد بهذا التوقيت وهي لنا ساعه ونص ناطرينك هلا. لا تحملني مني. ايوه خليك ادمي الله يرضى عليك وما في داعي للشطط. انو شطط؟ ها شيء ليش شو قلنا لك؟ لا عم اسمع ولا الحكي بينزل بدل. طولوا بالكم يا جماعه، كل شغله وبالنهايه في لها حل. استاذ قصي انت المصاري جاهزين معك؟ والله ما بعرف. شلون سيدي؟ ايه جاهزين. تعال اصبح اعطوني هوياتكم لو سمحتوا. هاي هويتي. لحظه لحظه عمي، طولوا بالكم شوي، لا تاخذوني بالعبطه. ايوه انا بحب التأني، هيك الله خلقني. انا عبطه هاي؟ نحن عم نتمم الاتفاق. ما اختلفنا، بس ما بدي اعرف شو بده يساوي بمحل بعد ما يشتري. ايوه والله هي سمعه. وانت شو دخلك؟ شو ما بدي افتحه افتحه. لا حبيبي لا، ما حذرت، لازم اعرف شو بدك تساوي بالمحل. عم تمزح دكتور ولا عم تحكي جد؟ لا والله ما عم بمزح، عم بحكي جد. ايوه والله اذا عم تحكي جد انا رح احكي جد. يا سيدي انت مالك جنس العلاقه، ان شاء الله افتحوا محل تسليك مجاري وبلاليع. انت ما دخلك. لا سيدي دخلني ونص، هذا اللي كان ناقص والله. بدك الجيران يحكوا علي ويقولوا بعد دكان لمين مكان؟ لا هيك لا، يا ريت تحفظ كلامك وتحترم حالك ولا تقول مين مكان. اوعى يا سيدي انا مؤدب اكثر منك، شو رايك بقى؟ يا جماعه طولوا بالكم، شو وصلتكم على الغفله؟ لا طالما عم تحكي بهاللهجه انا بطلت بيع، عجبك هيك؟ شو على كيفك الشغله بطلت تبيع؟ حبيبي لا تنسى انه حضرتك قريان الفاتحه واخذ رعبون كمان. بسيطه اخي. تفضل. وهي الرعبون والفاتحه اللي قريناها، رح ادفع عنها كفاره وفرق كم كيلو خبز واصطفي مني لربي، عجبك هيك؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه دكتور؟ انا فعلا ماني مصدق هالتصرف، معقول يطلع من الدكتور عبد الحميد الحمصي؟ خلصني يا فتحي، خلصني، الزلم تتاخذ بكلامه. هلا تصرعوا لي راسي، كل مين حقه بيرضيه، وانا قلت اللي عندي وصلى الله وبارك. صحيح، بس في غرامه على اللي بخل بالعقد، هيك كان الاتفاق مزبوط ولا لا؟ سيدي ارفعوا علي دعوه. شو عم تحكي انت يا دكتور؟ والله انا قلت اللي عندي وصلى الله وبارك. هاي رابع مره بتعمل معي هالفصل هاد. اخي لا تاخذني بالعواطف الله يخليك، كلمتين نضاف احسن من 10 مالهم طعمه. مصاريكم معكم ومحلي معي. السلام عليكم وسروا ما شفتوا منا. هيك عم تحكي يا دكتور؟ بسيطة، أنا دبارك. مساء الخير. شو وين كنتي؟ عند أختي. شو شفتي؟ عم تتريق علي عند هالمساء؟ لا والله يا عطرية، بس صحيح قلبت عم بعت الصيدلية؟ شو عرفي؟ عم بسألك جاوبني، صحيح قلبت عن البيعة؟ ايه صحيح. وليش بقى؟ زبون ما عجبني. لك يا رجال ما اتفقنا نبيعها ونخلص من القصة بقى؟ والله يا عطرية صعباني علي الصيدلية، قلبي ما عم يطاوعني اني بيعها. لك شبك شبك مقرقز مثل خازوق البحر، ارسالك على بر بقى، طلعت لي خلقي. لك شو قرسي على بر وما بر؟ صار لي 40 سنة عم بشتغل بالصيدلية، بدك يعني يتخلى عنا بهي السهولة؟ وما بكفيك 40 سنة؟ لإمتى بدك تشتغل؟ حاجتك شغل بقى. ولك فهميني يا عطرية، فهميني. شو بدي أفهم بقى؟ هلا إذا بعت الصيدلية وتقاعدت، شو بدي ساوي بعد ذلك؟ بعد ذلك بتبيع كذلك. عن جد عم بحكي يا عطرية، لا تجدبيها. وأنا عن جد عم بحكي، شو بدك تعمل يعني؟ بتستريح. ليكك ما شاء الله كان ربيت اولادك وعلمتهم وجوزتهم وعملت اللي عليك، فليش بقى ما بت... ما بقدر ما بقدر اقعد بلا شغل يا عطريه، ما بقدر. شو الحكي اللي عم تحكيه انت؟ دخيلك على هالشغل اللي مقتل بعضه، اما بفوت لعندك على الصيدليه غير 20 زبون باليوم، هذا اذا شقت حاله. بتعرفي ليش؟ بعرف، لانه صار حواليك شي 10 صيدليات. طيب شلون بدي اعيش؟ هاتي لشوف. هلا اذا حطينا حق الصيدليه فوق المصاري اللي معنا برسم الوديعه بالبنك، فكرك ما بنقدر نعيش بالمردود تبعه؟ لك يا عيني 100 مره صرت قايل لك انا ما بحب احط مصرياتي بالبنوك، فبيا بقى. لك انا اعطيهم لناس يشغلوا لك اياهم. ايوه هذا اللي كان ناقص، بدك ياني فتح عين وغمض عين لاقي المصاري طاروا. اعطيهم لابنك سمير يشتغل فيهم بالبناء والعقار، ما شاء الله حوله، سمير شاطر وذكي. لك الدنيا ما لها امان، الدنيا بتخوف صارت، كبري عقلي. شبرا روح عنا بقى يا، انت عم تعاجزني معاجزه، بدك تدفننا هون بالحياه.
انت بدك تروح تتأنزع بالصيدلية وتتسلى بالفرجة على الرايح والجاي، انا فهماني عليك. روح روح شوف جوز اختي ابو معن شو عمل بعد ما تقاعد، روح شوف وتعلم حاجة كابر. وشو عمل الافندي جوز اختك؟ شو عمل؟ ايه؟ مضيها مشاوير هو ومرته، شي رحلات وشي سفرات، وميلي يا شكرية وابو معن مسندك. ابو معن مسندك؟ قومي 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 حطي لي عشاء وجيبي لي حبة وجع راس كمان بطريقك. حركي. حبة وجع راس؟ أنا اللي بدي حبتين وجع راس. معلش ولا ميزانيتك محدودة؟ لا معلش ما في مشكلة. أنا ما بتفرق معي ها، بس خايف ليقوم جوزك يعمل لك سين وجين، حاكم في أزواج بتدقق. هلا أنت شو بدك بهالقصة؟ خلاص قلت لك ما في مشكلة، بعدين أنا ماني متزوجة. أصبح روحي، روحي بجاه الحبيب خير الأنام، يبعت لك زيجة مرتاحة وتلمك، مثل ما بعت نصيب أبوكي على أمك. حضرتك من الحارة ولا الدريبة؟ مو منشان شي مدموزيل؟ اوعك فكرك يروح لبعيد ها؟ اوعك، انا قد ابوكي مو بقيان بالكرم الا الحطب. بس انا عم بسألك مشان اكسبك زبونة. انا من الحارة الجوانية. الله يحيي اصلك ويحمي شبابك ويزيدك حلاوة وفتنة وجمال. وينك بنتي؟ انا كل يوم كل يوم كل يوم بتلاقيني مبلط هون عرصيف، ولا تندهشي مني منوبها. وليش لحتى اندهش؟ لانه احيانا بتلاقيني عم بيع خضره وخيار، واحيانا بتلاقيني عم بيع فواكه، ومرت الاخر بتلاقيني عم بيع دره مسلوقه، ومرت الاخر فول نابت وشوندر، ومرت وترموس وبليله وغزله، يعني حسب السوق بسوق. هيك بيبقى لنا 25 ليره مزمزيل. تفضل. خير وبركه من ايدك، يسلموا لي يديات يا حق، الله يجعلها رزقا مباركه. بندوره يا بندوره، حمرا مثل الدم يا بندوره، للطبخ والعصير يا بندوره، قرب يا روحي قرب، شخاخه يا بندوره، ملحق منك وفيكي يا عيوني، يا عيوني يا بندوره، مرحبا يا اخ. اهلين وسهلين بالغالي، اهلين وسهلين ومرحبتين. شايف الطقس ما احلى اليوم؟ قال في منخفض، قال وين منخفض؟ شي يخفض. شو عم تساوي هون؟ سلامة نظرك، شو شايفني عم ساوي يعني؟ عم خصي عجول ولا لابس طرطيره وعم زمر بالزميره؟ سؤال غريب ما جاوبش ايه، عم بسألك جاوبني، شو عم تعملون؟ شفت عينك، عم بيع البندورة ب20 والخيار ب25. ما عم بسألك شو عم تبيع، شو شايفني أعمى بلي طاسس قدامي؟ لا 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 لا، ليش هيك عم تقول عن حالك؟ محشوم يا تاج راسي محشوم، خدها مني نصيحة، لا تعود لسانك يسب حالك، أحسن متاع بشر أعمالك. غير طعم تمك تاج راسي، تفضل قروش من الخيارة. خيار بلدي الله وكيلك، يعني لا في بزر ولا مرشوش بالكيماوي ولا ما يعزنون، سماد طبيعي وسقاية نظيفة، مو مثل هذا الخيار البلاستيكي يلي مثل لعنة الله على الكافرين. قروش استاذ قروش وانت مطمئن. لك يا بني ادم فهم علي، شو بالي راديو؟ مر استاذ امرني وانا بالخدمة. حمرا وريانة يا بندورة. لك انا ما بدي اشتري. ما بدك تشتري؟ لك شو بدك؟
بدك تسألني قديش الساعة؟ اسمعوا هلا سمعة. لكن ليش عم تاخذ وتعطي معي؟ تفضل تفضل، تيسر على شغلك وخلينا نتسبب. الله يخليك، خلينا نرتزي. تفضل. بدك شو تيسر؟ هذا محلي وهي صيدليتي، وانت واقف قدام محلي، فهمت بقى؟ صيدليتها؟ ايوه ايوه. يعني حضرتك عبد الحميد الحمصي؟ اي نعم انا. لك اهلين اهلين وسهلين ومرحبتين دكتور حمصي. اهلين وسهلين بالجار. اهلين حبيبي، هيك قول من الاول، وانا اللي كنت ظان انك عم تتريق علي. شوفوا المصادفات شوفوا. يعني اهل اول ما تركوا شيء الا ما قالوا، قال توسم خيرا في وجوه الناس مهما كان وجوههم ناشف وقاسي. امنتوا بالله، امنتوا بالله على الزلمه. محسوبك ابو يحيى ابن ابو هاشم سكرها، وفي ناس بينادوا لي سكرها، يعني سكر الحياه. بقى دخيلك جار، لا تاخذني على الذي بدر مني جار. منين انت جاري؟ منين انت جاري؟ اصلا مين سمحلك توقف هون؟ ترتيب رب العالمين، ترتيبه بعد اسمه. ليس لي في الامر دخل ولا خرج، والقصه ما فيها انه هالعربايه هي كرشت قدامي لهالمطرح. حتى احظى بهالشوفه الحلوه واحظى بهالوش الصبوح. ولك جاوبني على هذا السؤال، لا طلع لي خلقي. ها الله يرضى عليك، خلاقي واصل لراس مناخيري. سأل دكتور، سأل، تفضل سأل حبيبي. وبترجاك، يعني بترجاك، تخففت لي من عصبيتك، والله يعطيك على هوانيتك. شو كان السؤال يا مرحوم البيت؟ ولك عم بسألك ليش واقف هون؟ أنا شو فيا؟ وليش لحتى ما واقف هون؟ أنا والحمد لله ما لي مدايق حدا. لك شو ما لك مدايق حدا؟ هذا محلي وباب رزقي هون، وقفتك هون رح تطفشني الزبائن، عم تفهم؟ بالعكس جار، بالعكس بالتمام. أنا بأكد لك إنه المنفعة رح تصير متبادلة، يعني مثل ما بيقولوا بالسياسة. يعني بقلم نشرح، زباينك رح يشتروا من عندي وزبايني رح يشتروا من عندك، بقى وين الضرر حبيب قلبي؟ وين الضرر؟ بعدين مين وأنا بالحارة؟ أو مين وأنا بين الناس؟ أنا شقفة خضري متعيش وحضرتك عم تبيع دواء، فهل يا ترى أنا رح أنافسك؟ انفسني وحدة تسهل أمري. رياني يا بندورة، رياني يا حبيبة قلبي، رياني. بسيطة بسيطة يا أبو، يا أبو بطيخ، بسيطة. بدك معاونة جا؟ لا سيدي ما بدي. انت حر. ألو، مرحبا، يعطيك العافية. أعطيني رئيس المخفر لو سمحت. قل له الدكتور الصيدلي عبد الحميد حمصي. لا لا ما في شيء، بس بدي أقدم شكوى. ألو، أصبيع الببو يا خيار، والله ما بليتو بلبل حالو هالخيار، والله ما بليتو بلبل حالو هالخيار، والله ما بليتو. يعطيك العافية. أهلين أهلين وسهلين. أهلين بالحكومة، أهلين أخي. ممكن تشرف معنا شوي؟ شرف معكم؟ ليش كفى الله شر؟ قال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. لوين بدي شرف أخي؟ على المخفر، سيادة رئيس المخفر عاوزك. ها رئيس المخفر مين يا ترى؟ العقيد أول سيف الدين؟ ما شاء الله حولك، شو بتفهم بالرتاب؟ ما في عقيد أول. مين لك عقيد ثاني؟ هلا بلا لعي فاضي، قوم امشي معي. ايه طيب، لحظة لك، لحظة لإلا. أجار الله يرضى عليك، عينك على العربية على بين ما أرجع، اعمل معروف يعني، وإذا حدا بده يشتري بيع يا أخي، بيع أخطي، بس حط الغلة هون.
أنا لا دخلني ولا خرجني، لا حدا غيري. لا يا جار، ليشك عم تحكي معي؟ قال جارك القريب ولا أخاك البعيد، هيك بيقولوا. طيب بتسمح لي أمن على الرزق وغطي العربية؟ خلصني بسرعة. يلا فريرة هوا على قولة المصاروي. يا بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز حبيبي؟ يلا يلا هاتوا. وهالإذن من مديرية البيئة، وهي ورقة من الإدارة المحلية إنه ميزاني مزبوط ووضعي بالسليم. بقى شو بتريدوا؟ أنا بأمركم تاج راسي، والعين ما بتعلى عن الحاجب، والمثل بيقول لك يا كماله يا جماله، قال له كل شيء عن مغتسل باين. عجيب والله وضعك كله نظامي 100%. شو عم نحكي من الصبح لكان؟ أصبح وينك؟ ليكني بين إيديك تاج راسي. بدي منك جارك هذا الصيدلي ما حدا يزعجه أبدا، مفهوم؟ لا ولو، لا توصي حريص، جارها مثل أخي وأعز. تشرف. لك ليش هيك عملت؟ الله يصلحك. لا ما كان املي فيك هيك منوب. لك هيك بتعمل فيه دكتور عبد الحميد؟ يعني معقوله؟ معقوله تشتكي علي للشرطه؟ قال يا شاكيا اخا حتى ترتاح من بلا، لا الخير اجاك بذلك ولا اجا. هيك يا منظوم هيك يا اخي. كنت تسالني قبل ما تعذب حالك وتشتكي، كنت قلت لك انه انا معي رخصه من البلديه والصحة والمالية والتموين والمحافظة والبيئة وال... هلا بزمتك بدينك، بزمتك بدينك، انت غريبة وما بتعرفي شي عن الموضوع، بس بزمتك يا من جمعنا من غير ميعاد، بجوز لهالإنسان يشتكي على جاره؟ لك بجوز مشان الله تحكي. لا والله ما بجوز. شايف؟ شايف الناس الكمال؟ شايف الناس المرباية؟ شايف الناس الشبعانة؟ شايف الناس اللي بتريد الخير للناس بحيث لا ضرر ولا ضرار؟ اللهم ربي يصلحك على عملتك ويطرد الشياطين والوساوس والعناكب من صدرك. إلهي يا رب. تفضل اختي 250 ليرة. تفضل. والله معك. شكرا. هات لشوف، قلي شو بدك. طول بالك حبيبي، طول بالك. ليش طايش حجرك اليوم؟ ولك نفخت قلبي، قلي وخلصني شو بدك. أنا حبيبي حابب نفعك حتى ورجيك بل ما نقول إني أنا أحسن منك. يا سيدي بدي منك شربة سال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلك؟ لا أطمن، مو إلي، لجارنا أبو طلعت. أبو طلعت بكرة بده يصور طبقي محوري، وقال له الدكتور لازم ياخد شربة مسهل. أقولك دكتور، ليش بيعطوا مسهل للي بده يتصور؟ أنا مثلا رحت أتصور مشان طالع باسبور، ما حدا طلب مني مسهل. ملعوبة. تفضل هي المسهل. كتير عظيم، بس السؤال هلا يا ترى كيف بده ياخذ الشربة؟ من الأعلى ولا من الأسفل؟ لا تقلي ملعوبة. استغفر الله، استغفر الله. مساء الخير. أهلين، شو وين كنتي؟ وين بدي يكون يعني؟ عند أختي. اوف، ليش اجوا من مصر؟ ايه يا بعدي اجوا من مصر.
ولمعلومك بعد اسبوع رايحين على الهند. على الهند هيك فردفشه؟ لا شو في بالهند؟ شو بده يكون في يعني؟ بدهم يشوفوا الدنيا واحوالها، ولا عندك مانع يا بعدي؟ لا لا ابدا، ان شاء الله بيتهنوا. ونحن 60 عمرنا ما نتهنى ان شاء الله، ما هيك؟ لك اشتهيت شي مره تاخذني على شي مطعم، تاخذني شي مشوار انبسط فيه، ولك ها هطقني ولي على قامتي، تفاجئني بشي هديه ينزر قلبي وخاطري فيها، بس ما في حدا، ولي على حظي سمعان مو هون. منين بدي اجيب مصاري يا ست الحسن؟ لك بيعها صيدليه بقى، خليك ترتاح وتريحني. شو ناطر؟ شو ناطر؟ ناطر عزرائيل ياخذ روحي لحتى اخلص من العمر. حمودة حمودة يا جري جبار علي يما، يا جري جبار علي يما، والناس ارقودة ارقودة وان النوم يحرم علي يما، وان النوم يحرم علي يما. يسلم وديات، مبروك. شحاحيط شحاحيط رجالي نسواني ولادي، للحمام ورياضة شحاحيط، للمشاوير شحاحيط، يلا على الشحاطات قرب يا حبيبي قرب. ها أهلين جار، لازمك شحاطة؟ لا عمي مو لازم لي. ايه بس أنا شفتك بالصيدلية لابس شحاطة عتيقة مو حلوة مشان أدرك، ما لك كعب كمان. لك يا عمي ما بدي، يعني ما بدي، أنا بحب أمشي حافي. بعدين أنت أخو مراي شي؟ حمودة حمودة يا جري جبار علي يما، يا جري جبار علي يما. رجالي نسواني ولادي، للحمام ورياضة شحاحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيك العافية جار حبيبي، بتسمح لي استعير الكرسي منك نص ساعة بس؟ لأنه مو حلوة زبون يقيس الشحاطة وهو غير مرتاح. حط الكرسي من إيدك إذا بتريد. لا نص ساعة بس. ولا دقيقة. خمس دقايق. ولا ثانية حتى. طيب شكيتك لواحد أحد الفرد الصمت. أوكي. برا برا. طيب 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 شو عليك؟ ألو. نعم يعطيك العافية، جارك أبو يحيى من معروف. جاري مين؟ أبو يحيى، أبو يحيى ما عم تسمعني؟ نط ناديله الله يرضى عليك. أوان نعم. لك ليش سكرت التليفون؟ عم قلك بدي جارك أبو يحيى، إيشو كفرنا؟ هات لك هات لك السماعة. مرو 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 مرو، لا تخاف حبيبي مرو. ألو. أهلين أبو طلعت. هذا جاري أبو طلعت يلي اشتريت له المسهل من عندك. أهلين أبو طلعت، طمني شو صار معك؟ ما اشتغل المسهل؟ عم يقول هذا المسهل اللي عطيتنا إياه ما اشتغل معه، ولا كأنه أخذ شيء، يعني ما طلع بطنه المسكين. بقى بدي منك توصف له شربة يكون مفعولة أقوى بكتير. إيه؟ ألو. إيه إيه سامعك سامعك أبو طلعت. المسا حبيبي، بجيب لك الدواء. ايه بجيب لك يا بطريقي. اهلين حبيبي، وطمني شو بصير معك عند اللزوم. ايه على نفس الرقم طبعا. طيب سلامة بطنك، الله معك الله معك، باي. اخي الناس للناس والقطة بالخلاص، هيك الدنيا يا دكتور، ناس مسخرين للناس. ليش ما سويتي شاي؟ ما عنا لا شاي ولا بزر. كنتي خبريني، كنت جبت معي. طول النهار عم دق لك. بدي اقول لك ما عم ترد علي. خير شو القصة؟ تليفونه معطل ولا مفصول؟ آخ 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 آخ. يلي بيعرف بيعرف، واللي ما بيعرف يقول كيف عدس. لا مش واخدة بالي. خير شو في؟ ازيك يا فروتة يا واحد؟ ما في شيء. ما في شيء. أنا ما تخيلتش إن الموضوع حيوصل لدرجة.
يا يما بتميل راسي شحطات شحطات نسواني رجالي حريمي قرب يا حباب قرب حبيبي قرب ليش واقف هون نقي 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 روحي نقي شحطات شحطات حريمي حريمي ولا هادي نسواني لك شو هاد يا بني ادم معقول انت شوفي ساز عامل لي باب الصيدليه معرض للشحاطات والصرامي بتلي شو فيه الحبيبي ساز بدك تعذرني لاني شفتك تاخرت بالفتح فقرت لحالي بجوز جاري لا سمح الله مريض او مخبص بعيد من هون ومو قدران يجي فتصرفت على هذا الاساس اللهم اجيبك يا طولت البال ايه مش حاطط عم لك طيب معي نص ساعه مهله لا ولا انت هذا الساعه قال معي على مهلك ولا شهر على مهلك شو عم تسوي ليش هيك شو ليش هيك ليش هيك عملت يا جاري الله يصلحك اذا ضاعت فرده وحده انت المسؤول ها لك عنا يا لك لك على مهلك يا حول جن جاري جاري اليوم جن اللهم ثبت علينا عاد لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو معلمنا قلنا أبو يحيى الله يجبر بخاطرك. لك الله يصف عمري وعمرك عمر جاري أبو يحيى لحتى أخلص من هالعيشة المعتي. خبطت أدمكن على الأرض هالدارة أنتن أحبة وإلكن صدارة. ولك ما راح تزوع على دمك يا حيوان. شحطات شحطات. عفوا مين معي؟ نقاب صيادلي؟ اهلين وسهلين لا لا ولا يهمك ما لي نسيان الموعد الله معك جار تكسر التليفون وهو عم يرن سمعانه طيب ليش ما عم ترد يا تاج راسي يعني بركي المخابره مو الك بركي المخابره يا ويلك يا ابو يحيى اذا بتعطي رقم تليفوني لحدا فهمت شو عم بلاك هاي انت الفيش عجبك هيك ايه يرحم يلي قال امور الناس كل ما لا لورا فشو السبب والقصه يا ترى جار ممكن تخلي لي هالكرسي عندك ساعة زمان لأنه دكتور عبد الحميد ما بيحن على الجوز إلا أشروه لا والله آسف ما ممكن طيب حتى تكون المنفعة متبادلة أنا رح اسمح لك تقعد الزباين على هالكرسي بقى شو قلت؟ شو قلت ما جت قلبي؟ لك أخي ما بدي ما بيلزمني لعما بيلبك ما عاد تحل عني انت؟ لك اسلم لي اسلم لي اللي بيخانق دبان وشو خد بوسي بحبك بحبك يا جميل احب ماما شوف منه مهما قالوا الناس عنه احبه روح انا يا روح عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أمورك فين؟ لا يأمر عليك مالي. هدي. وهي عادي. رح نستناه هون. لمين حبيبي؟ لجارك أبو يحيى.
قلنا إذا ما لقيتوني استنوني عن جاري حمودة. أنا الدكتور عبد الحميد مو حمودة. المهم الله يجزيك الخير. وما قالكم بسلامته خلوه يعملكم فنجان قهوة؟ لا ما قلنا. إيه معلش بنشرب قهوة بس زكاتك إذا بتريد بدي كاسة مي باردة تكون معها. قوم اطلع لبرا أنت وياها. خير. ليش شو عملنا لك؟ قوم اطلع عم بقول لك لبرا أنت وياها. وين بدنا نستنى لكان؟ وبجهنم الحمراء شو عمل لك؟ الله يسود وشك شو بخيل يا لطيف شو قليل خير. قومي يا مرا طيب امشي يلا يلا شو العالم هاي يلا امشي شو العالم هاي طمنيني شكرية عم تحكي من الهند انت ايوه الحمد لله على سلامتكم شو ركبتي على الفيق ايه ان شاء الله بتتهني رحتوا على تاج محل يا الله يهنيكم لا سلامتك تقبريني سلمي لي على سهري ابو معان مع السلامه اتصلوا بالسلامه الله معك مهونه سمعان وبكره رايحين يزوروا مزارع الشاي السيلاني لكان بيعرف جوزة كيف يبسطها مو مثل حضرتنا حاطينها الصيدليه بوشنا وقاعدين وما لنا عارفين شلون بدنا نبيعها بدك شيء انا فايت نام تصبح على خير تصبح على خير هالراديو هاد بده 4 بطاريات وسط راح اعطيك اياهم من عندي ودائما اشتريهم من عندي هلا تشتريهم من البسطات بغشوك ها بيعطوك ستوكات اللي عندهم اسمع اسمع انا يا باني سامع صوتهم احلى سامع محلى مثل الكروان ان شاء الله الف مبروك الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب 200 ليره بس يسلم وديات الله معك مع السلامه الله يعوض علينا وعليك ها اهلين جار امرني حبيبي شو بتريد انا جاهز خلاط عصاره طاحونه راديو مكوايه شوايه ريسيفر تليفون انا بامرك تاج راسي ولك سعر خاص حبيب قلبي ما بيحلم فيه مخلوق ابن امه وابوه الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسه بارك لنا وهات لنا وياك هديه كويسه الو 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 احنا هنا عندك شي عصارة صغيرة؟ عندي عصارة بتطحن الحجر هيك صاروا 4500 مزبوط والباقي؟ نحسبون تعال تعال لحظة إذا بتريد لو سمحت لك شو عم تعمل خربت لي الدنيا خربت لي حساباتي لحظة ما خربت شيء أنت الثاني ليش بصلتك محروقة ليش بتعمل من الحبة قبة يا روحي كل ما هنالك بدنا نجرب هالعصارة للزبون شو صار خربت الدنيا لكن ماشي أنا بالإذن الله معك مع السلامة يا أخي مع السلامة هات الجزرات هات شايف شلون اخذت الجزرات مثل الهواء يمين الله بتطحن الصخر وبتكسر الحجر فعلا جباره طبعا اشرب اشرب طبعا جباره لك هي اخر منتجات الحضاره صحيح العصاره شغل الصين بس المنشا ياباني شوف ها ميد ان انا بعرف مو باين بس على كفالتي ها خلاص اخي اشترينا لك انا انتظرني برا يلا لحق جار جيب كاسة كبيرة لحقني لبرا لا تنسى كاسة كبيرة
يا جاري حمودة حمودة اللهم لا يسألك رد القضاء وللوصى فيه لا حول ولا قوة إلا بالله في السرعة هي يعني برأيك ظريفة هالمكواية؟ ظريفة كتير هي مكواية أوتوماتيك بتطالع الكوي مثل الورق مثل المراية تفضلي تفضلي معي إذا بتريد تعي تعي لك شو عم تعمل يا مجنون؟ شو عم بعمل يعني؟ بدي اجرب المكواي المخلوقة، ما بحرق لك اياها، شكي لي بريز شكي لك اطلع لبرا احسن ما يطلع لي عليك اخي لا تخاف لا تخاف شو بك جار؟ بنحسب فاتورة كهرباء تلت بتلتين منيح هيك لك يا عمي اطلع لبرا يا عمي شو دبها؟ اطلع خلصني هذا جاري عصبي كثير وانا بحب عصبيته ويقبشني ويقبشني بحب عصبيته؟ ايه تتهنى فيه لكن بهيك جار ما عاد بدي مكوايتك مسك هيك يا جار هيك طيرت البيعة من ايدي الله يصلحك الله يسامحك ما بقدر اقول غير هيك بعدين تعال اقول لك يا عبد الحميد شو دين هالدواء اللي عطيتني اياه امبارح العمى شي بيقشعر البدن وليش معاه اسمع التاثيرات الجانبيه تبعه شو شو اسمع اغتياب دواء دوخة، غثيان، شعور بطرقة، حزقة، نزوف دموية، طفح جلدي، توهج وجنتين، خفقان بالقلب، العمى شو بدك تجيب لي آخرتي أنت يا عبد الحميد؟ ولك يا عمي أنا لسه ما خلصت اضطرابات رؤية، رعشة بالأطراف، تنميل، شعور بالخدر، زغللة نظر، ضيق تنفس، طنين بالآذان، حكة شرجية شو ناقصني أنا؟ ناقصني كل هالمشاكل فظاعة شو لئيم والله انت لئيم يعني عدم مؤاخذة ولك يا عمي مو انا اللي مصنع الدواء يلي مصنعه شركة اجنبية سويسرية بعدين مو ضروري تحصل معك الشغلات هي بس للاطمئنان لك انا اطمئنان هاد كنت رح تروحني بليلة ما فيها ضوء قمر ولسه بتقلي اطمئنان دكتور انا كل اللي طلبته منك دواء لوجع الظهر بسيطة الله يسامحك الله يعفو عنك طيب انت اخذت منه حبة ولا ما اخذت بعد كل هالبلاوي الزرقاء وبدك ياني اخذ لا سيدي ما اخذت الله يسامحك ويحسن اليك لك شو عامل لك يا ربي شو عامل لك حتى تعمل معي هيك شو عامل لك دخيلك لحظة هذا السشوار اللي بايدك قوي كتير وما بيحمى تع تع تعال اجرب لك يا جار بتسمحنا نجرب هالسشوار لهالزبون؟ لك شو قصتك انت؟ شو قصتك؟ العمى مجنون مهسر ركبناه ورانا على الجحش ما تيجي تخرج لا يا عبد الحميد لا رح ازعل منك هيك مين الجحش؟ انا اخي انا الجحش وها ها 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 عجبك هيك؟ خذ اخي شو من بهالشغلة؟ والله ما خرزة شو عملنا له؟ شبك ساكت من اول السهره هو امر صحيح ما في شيء البيع قليل يعني بالصيدليه لا منيح المجاوره لمحطه السكه الحديديه القديمه من اوروبا دوك يضرب يضرب هالتلفزيون وساعته كل ما بقول لك بدل لي اياه بتعمل لي قصه عديلك ابو معن جاب لاختي تلفزيون ال سي دي 42 بوصه صورته بتطير العقل والوانه لك حاجه بقى حاجه بقى حميني مش على الله شو صار لك ليك؟ وبلا التلفزيون قرب على الطب البديل يا عمري قرب على الطب الأعشاب على الطب النباتي يا روحي ومهجة قلبي قرب تاج راسي قرب عنا كريمات بدون تأثيرات جانبية عنا دهون طبية عنا دواء للجرب دواء للنواسير والبواسير يا مهجة قلبي عنا مختلف الأدوية يا تاج راسي عنا سيول طبية سيول طبية يا روحي عنا خلطات يا عمري خلطات يا روحي حبيب قلبي قرب قرب يا حبيبي قرب
الو اهلين. ايه موجود؟ مين قله؟ قصي؟ ايوه حبيبي. تليفون من مين؟ واحد اسمه ابو فتحي بده اياك ضروري. ابو فتحي. اهلين ابو فتحي. يا هلا، شو هالحكي؟ بالله رضي بيع؟ الحمد لله. لا لسه ما اشتريت. طيب ماشي، يلا مسافة الطريق. يعطيك العافية. السيد عبد الحميد أخيرا رضي بيع. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ايه سيدي، مزبوط هي؟ مزبوط. ان شاء الله الف مبروك. الكوميسيون عليك. ها يا سيدي، مثل ما بدك، الكوميسيون علي. بس انت كمان تسليم بعد اسبوع. ها ما بدك تقول له الف مبروك للاستاذ قصي؟ يا سيدي مبروك عليك المحل واللي قدام المحل كمان. لك ليش جبتني على الصيدلية؟ مو قلت لك خدني على شارع الحمراء؟ بعدين باردك، طولي بالك. مو على اساس بقى الصيدليه وخلصنا من همها؟ قلت لك طولي بالك، بدي اشوف شغله. شبك شوفي، عن مين عم تسأل؟ أنا أبو يحيى. مين أبو يحيى؟ ما حدا. شو بلاقيك وقفت؟ شو بلا عطرية، طولي بالك شوي. يعني ما رح تاخذني على الحمراء؟ بلا، دقيقة وحدة بس. هي العنوان بدي هاي هجه من المحل، يعني بدي استوي على الاخير باقل من شهر. لعيونك تاج راسي، لعيونك. تقدر تهججه من المحل ولا ما بتقدر؟ بدي اربط زبون. ها ولو الصيدلي الكحتوت عبد الحميد ما لاح بين ايدي 20 يوم، بقى مين رح يطلع قدي؟ ولو ماشي ميسرة. الله يخليك. شحطات رجالية، شحطات نسوانية. قرب يا حبيبي قرب. عبد الحميد شو في؟ هالشحطات البلاستيك مبينين زراف ورخاص، خليني اشتري لي شحاطتين. انا اللي بدي لقم الشحاطات. لك شو صار لك عبد الحميد؟ عبد الحميد ترد علي؟ خليني. يا مختار، هالشغلة لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. صحيح يا مختار، كأنه ناقصنا هم بهالضيعة حتى ناكل هم الضبع فوقها. بعدين هذا طبع ما لقى غيرنا يتسلط عليه، يروح على ضيعة غيرنا يا أخي. ما بيسائل يعني الضبع واستحلى. صدقني يا مختار، كل الناس ما أنا ما تسترجي تطلع من بيوتها بالليل. وإذا حدا اضطر يطلع لحاله بهالليل، ما بيمشي لحاله إلا ما يمشي حدا معه. يعني منين فكرك إجانا هالضبع؟ منين يعني؟ من هجبال. تعرفوا يا شباب، هالسنة إجانا برد كثير وصقيع كثير وفوقها ثلج كثير. وبتعرفوا إنه الضبع روح مثلنا مثله، إذا جاع بده ياكل وما بيلاقي شي ياكله، فنزل على ضيعتنا. يا هلا ومرحبا والله. طبعا، لأنه ضيعتنا ضيعة الكرم والضيافة. البركة فيك يا مختار. يعني ما بتأدينا الدبانة البيضاء اللي أكلت عم ضياد؟ وقلت المطار كمان يجينا الضبع؟ يعني ضروري يجينا الضبع ويكفي على الباقي. لك يا جماعة، الجلسة بدون أبو علي عويكة والله مو حلوة. شو يا أبو رحال، ما شفته اليوم؟ والله ما شفته. معلومك أبو علي يعني يعطي الصحة والعافية،
ما بيستناش يطلع من بيته قبل الساعة 7، هذا بالأحوال العادية. فما بالك هلا والضبع سيرته على كل لسان، على الضبع أكل والضبع نهج. طيب ليش ما جبته معه؟ مشان ما ينهش الضبع. فسفس هات الشاي يا ولد. يلا يا أم علي، أنا رايح لعند المختار. بدك شيء؟ أبو علي؟ شو باك أنا؟ هاي رابع مرة بتسألني إذا بدي شيء، بدي شيء، تفضل تيسر. طيب. لا يعني إذا بدك شيء قولي لي، مش مشكلة يعني. ولك يا زلمة بدي شيء تيسر. ولا قل لك ارجع ارجع، أنت لا بدك تروح ولا شيء. لا مش راجع. بدي روح. خاطري. على خير يا مختار. وانت من اهل يا ابو رحال. ابو رحال اسمع مني ونام عندي اليوم، ترى الوقت صار الساعة 12:10 بعد منتصف الليل. لا هالكلام هذا مو حلو بحقي بنوب يا مختار. يا ابو رحال بتشغلي ما بدها مراجل، هذا وحش وحش يا ابو رحال، يعني ما بيفرق حدا عن حدا حتى الجمل بياكله. ممكن وحش ولا وحش، ها هذا ليش اخترع واه؟ والله بتمنى يطلع بخرقتي لحتى تكون اخرتها على ايدي. وحش. على خير يا مختار. مع السلامة يا أبو رحال. وحش. فسفس. شو بك يا زلمة؟ الضبع! صوت الضبع! بسيطة، أتخافش تقبلني، أتخافش. شو بك ولو؟ شو بدك تساوي؟ أنا اللي بدي ساوي. شو بدك تساوي؟ إسا فرجيك شو بدي ساوي. شلون يعني؟ بدي جيب لك يا للضبع لهون لعندك لهون. أوعيك! تاكل شهم! أم عليك! أم عليك! أم عليك! على الخليل خذي معك باروني! ام علي يا مرحال يا شميل، اطلعي قبالي اقول لك، اطلعي اطلعي قبالي. ام علي خير خير؟ شو في خير؟ ولك منين بده يجي الخير اذا جوزك عم يشتغل فينا؟ جوزي؟ شو ما جوزي؟ كثير؟ كثير عاجبك منظر جوزك وعم يعوي بالليل مثل الضبع؟ ها؟ كثير عاجبك؟ يا اختي إذا كان جوزك حاسس حاله عم يخفف دمه خلص وصلتنا، جوزك دمه خفيف شو بدك بعد؟ شو يعوي ما يعوي؟ هي معني بحبتها منك ها؟ عمرينك إن شاء الله ما تحبيها، جوزك أبو رحال عم يعوي، أي نعم، عم يعوي مثل الضبع، لكان عم يغرد مثل العصفور؟ لعمة يا؟ لعمة؟ إذا الضبع من امبارح بلش ياكل بقر، مو بعيد يسن اسنانه علينا نحن البشر. طيب يا مختار، ليش ما بتروحوا لعند المحافظ تشرح له الموضوع؟ ليش وين كنت أنا من يومين ها؟ فكرك نزلت على الشام عشان أحضر فيلم سينما؟ طيب شو قال لك المحافظ؟ ما قدرت شوفه، شفت قائد الشرطة.
وشو قال لك قائد الشرطة؟ قال طولوا بالكم علي شوي. ولا امتى منا نطول بالنا؟ ايش هو هالجواب الخرندعي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخرته وآخرته روقوا يا شباب روقوا. شي مو معقول يا مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أبو رحال. يا أبو رحال. شو يا مختار؟ قال الضبع لمش بقرة أبو رشاد وسلق لجلدة، صحيح الكلام؟ إيه والله يا أبو رحال، إيه والله. صحتين وهلا على قلبه أيامه والله. طيب يا مختار، ليش ما بننصب له كمين بقى وبنخلص منه لهالضبع؟ هلا حنعيد ونقول وفوق اللي قلناه نزيد؟ خايف لبين ما نجتمع وننصب له كمين يقتل له زلمة أو زلمتين؟ بقى مين بده ينبلش بهالقصة غيري؟ ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله على الحسبة بالضبع، يوم ما يوم لا بده ينهش بقرة، بعد شهر ما بيصير في بقر بالضاعة كلها. قلتك والله. يعطيك العافية يا عم المختار. أهلين فسفس، ها خير شو في؟ يا عمي اجوا جماعة التلفزيون بدهم يصوروا. ايه وشو اعملهم يعني؟ قوم اضرب لهم تعظيم سلام؟ قال جايين يصوروا قال. ايه ناس تصدق التلفزيون. سعد لي وقتك مدام. اهلين. هاتي لشوف ام رشاد احكي لنا شلون اكل الضبع بقرتكم. شلون بده ياكلها؟ مطو اكلها، كنا قاعدين بالبيت عم نتعشى سهرانه ما سمعنا الا دوزه وعيال. طلعنا لقينا الضبع راكد واكل البقره. فسفس حاضر يا عمي. خود سخن هذا. حاضر يا عمي المختار. شو يا مختار؟ ما بدكش تذبح لهم ذبيحه لجماعه التلفزيون؟ شو ذبيحه وما ذبيحه؟ بيكونوا فزروا وهن عم ياكلوا جاج. لك الضبع نازل نهش بالبقر وهن نازلين نهش بالجاج. الله يغنينا عن هالشوفه. يا اهلا وسهلا، قسما بالله خجلانين منكم على قد ما عزمناكم. لا لا عادي ولا يهمك. اهلين. كنا حابين نعمل معك لقاء انت وجهاء الضيعه مشان نعرف قصه الضبع كيف اكل البقره. تكرموا تكرموا. اهلا وسهلا. وبالمره بدي كم فخاره من هدول لانه كثير عجبوني. شكلهم كثير اورينتال. نعم ستي. اورينتال. اورينتال. حاضر حاضر. يا اهلا يا اهلا وسهلا. شكرا يا فسفس. جيب اورينتال يا ابني. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا. أهلين. دخلك هذا البستان إلك؟ إيه والملك لله. مين حضرتكم؟ إحنا جماعة التلفزيون عم نعمل برنامج عن قصة الضبع اللي عم ياكل بقر بالضيعة. وبشو بقدر أخدمك؟ دخلك بدي أسألك سؤال قبل ما نبلش. ليش بتسوى تنكة الزيت الظريف البلدية؟ شو هاد؟ أقول هذا الشغل مش معقول. شو بدي قل لك لأقول هذا الشغل مش معقول. وين كنت لهلق؟ ها؟ عند أبو رحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بكي أم علي؟ إنه يا زلمي لا أنت بدك تضلك لسقان فيه وحق الله شو ما عمل معك قليل. لا يا أم علي لا يشيك عم تحكي. ها؟ أبو رحال معشران كثير وقلبه طيب بعد. قلبه طيب؟ قلت لي قلبه طيب؟ والله ما حداش اللي قلبه طيب غيرك. إلا إن شو بهمك؟ أنا اللي عم بطلع بسواد الوجه قدامه وقدام مرته وأنت ولا على بالك. بالعكس كثراني روحاتك لعنده بهالأيام كمان. إي كثراني. شو علاه؟ يا سيدي الضبع لا خلى لا زرع ولا ضرع. يعني الناس ضاجت. اها نعم يعني شو يعني ضاجت؟ يعني ملت وخافت. نعم اذا ملوا يلعبوا طمامه مع نسوانهم. بس يا سيدي يلعبوا طمامه مع نسوانهم. فسفس Thank you.
ربعي بسم الله الرحمن الرحيم. شو إذا أنت صار فيك هيك شلون أبو علي لك أنا؟ أبو رحال؟ لا تقلي إنك بدك تفوت أبو علي لهون. لا 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 وانت السادة بدي اخده وفرشي له ابو علي بالطريق وبدي خلي حدا من الضيعه يصوره لشوف شو بده يصير بابو علي. ابو رحال انت صار لعقلك شيء؟ شو عم نسوي يا ابو رحال؟ ها خلينا نمزح ونضحك لنا شوي مع ابو علي. شو نضحك شوي؟ يمكن يروح فيا الزلمه. لا تخافي عليه لا تخافي عليه، ابو علي مثل القطط بسبع ارواح. ابو رحال مشان الله لا تعلقني بلسان ام علي، شفت شو حكت عنك هذيك المره انك متعوي. لنشوف لنشوف اليوم مين بده يعوي ابو رحال لما ابو علي. يا ابو رحال اذا كان انت طلعي منها ولا تتدخلي الله يرضى عليك يا ام رحال. قعدت انا والمختار طول الليل ونحن نفكر بهالشغله. يعطيك العافية يا خالتي أم علي. ليه فسفس؟ يا خالتي بدي قلك شغلي. هيك لك هيك لكان يا أبو رحال. الله وكيلك هيك قلص بالمختار فسفس. معقول يعمل فيني هيك؟ معقول يعمل فيني هيك هالشيطان؟ بده يحط لي العجل تبعه عالطريق ويلبسه وجهه بيخوف بعد. وهلق شو بدك تعمل؟ قسما بالله بدي انسفه بهدلي قدام أهل الضيعة كلياتن. هلق هذا اللي طلع معك بدك تنسفه بهدلي؟ شو بدي أعمل لك؟ طول بالك بدي قلك شو بدك تعمل، بس عشرت بتنفذ كل شي بدي قلك إياه بدون لا زيادة ولا نقصان. أضيع ليش كل شي عملته؟ صار لي ساعتين عم فكر بالموضوع. شو بدك مني ساوي يعني؟ تسمعني منيح بتفتح لي راسك، ها فهم علي يا أبو علي. يلا. طيب يا أم علي إذا قوصت بالبرودي مش أحسن يعني؟ لك يا أبو علي سلامة عرفك، البارودي أفيهاش مرجلي، الصيد كله للسكين، أبتسمعش بسلاح الأبيض. ولك ليك بدهم يصوروك بالموبايل، ها يلا يا تقبلني يلا يلا جو. طب تعبت اليوم يا أم علي خلينا نأجلها لبكرة. لك بحياة اللي خلقك يلا ولو خلصني. ولك طيب. يلا جو طيب. يقلك يلا قول الله أكبر. طبعا أقول أقول يلا لشو يلا يا ضروري قول الله أكبر. لك إلا مشان يقول أبو علي ما قتلش العجل إلا بعد ما كبر عليها. ولك يلا يا تقبلني طيب خلصني. لحظة لحظة يلا الله لحظة. أكبر طيب طيب الله أكبر عافي أكبر الله قول الله اكبر يا رب. يلا لشو لا توسح ريسك وتاكدي انه اخذت عجل ابو رحال حتكون على يدي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وخميس من الله تعالى بدنا نعمل من لحمنا قانق. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله هيك بدي اياك. يلا يلا ادعي لي ادعي لي الله يسلم عليك. يلا يا تقبلني يلا ايوه عافي عافي الله اكبر الله اكبر. هذا راح يتيسر يا مختار،
باينتك فرطت من النعس. لا والله يا ابو رحال انا مالي نعسان، بس انت بالظاهر بتخاف من مرتك. شو يا ابو علي لحضر سهران؟ تيسر انت يا ابو رحال، انا راح افل سهران مع المختار. شو يا ابو علي راجع حساباتك يعني روح. ولا شو لحتى ما تتيسر؟ تيسر الله معك. والله شايف لك ابو علي عويك صاير خبر واحد. الله معك يا ابو رحال. يا هلا يا هلا ابو علي. يا هلا بالمختار. يا هلا يا هلا بالمختار. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا سيدي. تفضل يا ابو علي. من يد المانع لمهان. تسلم تسلم. هجمت عليه مثل البعشيق وفرمت رقبته بفرم. بقى جهزي حالك على أكلة النقانق بكرة. ولك عافي عافي هيك بدي اياك رجال قد الدنيا ولك تقبرني. تسلم لي. لا تقبر قلبي. مش صدقة مش صدقة مش صدقة يعني. عطيلي عشا خفايف على بين ما غسل ايدي. عشا خفيف ديك هالقد قد بدي اذبح لك يا قد راسك يا سبع يا ضبع يعني تخبر قلبي. على مين يا برحال؟ على مين؟ صباح الخير يا ابو رحال. يا صباح الانوار. شو فايق بكير اليوم؟ اي والله يا ابو رحال شفت حالي اليوم فايق ورايق ومنتشي ومبسوط. فقرت لحالي ليش ما بتجي تشرب فنجان قهوه عند ابو رحال؟ يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. تحضر بيحضر واجبك. وقت يا ابو رحال هذا العجل مش عجلك؟ بلا عجلي. عجل مين لك انا؟ شو هي اول مره بتشوفه؟ طيب مو على اساس بدك تحط لي اياه بالليل بالطريق وبدك تخوفني؟ يخرب بيتك يا مرتي ما في عندك سر بيتخبى شو ما كان يكون. والله يا ابو علي كنت بدي امزح معك مسحه صغيره يعني هيك وخوفك بس بعدين لغيت الفكره. طبعا 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 طبعا
في اولاد. ليش ما سمعتوا؟ لك لقى الضبع مقتول باول الضيعه. ها لطيف علي.